السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية ان شاء الله. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ووصفة جديدة في قناتكم شيوات الاخوات. اليوم جبنا لكم هذه السليطة الجردة متنوعة رائعة، كيف ما راكم عارفين العيد الكبير قرب ان شاء الله يا ربي، ونقدروا نرافقوها هكا مع اللحم. تشاهدوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا المكونات اللي احتاجينا. غادي نبداو بالصلاة والسلام على حبيبنا محمد. مهم الكمية، ما غاديش نقول لكم كمية محددة على حساب افراد العائلة. هنايا عندنا الرز اللي سبق لينا سلقناه، ضفنا له المايس الذرة، ضفنا له كورنيشو، الزيتون كحل، عويدة ديال السوري مقطعناهم مكعبات، والطون ندير واحد الرشيشة خفيفة ديال الملحة على حسب الذوق، وغادي نضيفوا المايونيز باش غادي نجمعوا هاد الخليط ديال الرز مع هاد الخضار، واحد الرشة ديال المايونيز على حسب الرغبة، وغادي نبداو كنخلطوا كلشي باش كلشي ينسجم مع بعضياته. هنا غادي نستعملوا هذا المولط طويل هكا باش غادي نقدمه في هذيك البلاطو ديالنا. استعملنا هذا المولط طويل، غادي نثبتوا فيه هذاك الرز مزيان باش يشد لينا الشكل ديال هذاك المول من نقلبوه، نثبتوا مزيان، ومن بعد غادي نغلفوا المول ديالنا بالبلاستيك غذائي ونحتفظوا به في الثلاجه يبرد. كيف ما كتشاهدوا نغلفوا المول ديالنا مزيان هنايا بالبلاستيك ونحتفظوا به. بعد ما احتفظنا بالمول ديال الرز جانبا، غادي هنايا عندنا المكرونه، هاد المكرونه المخلطه ضفنا لها شويه ديال الزيتون هذاك اللي فيه لي زون شوال داخل، وهنايا عندنا واحد جوج معالق تقريبا ديال صلصه البيستو، حتى هي كتعطي لها واحد النكهه زوينه بزاف، وغادي نخلطوا. وهنايا عندنا هاد الكويرات الصغار ديال الموتزاريلا، قسموهم غير على زوج ونضيفوهم لهاد المكرونه ومع هذيك صلصه البيستو وهذاك الزيتون بليزان شوا، ونخلطوا ونحتفظوا بهاد المكرونه جانبا. وهنا عندنا البطاطا اللي سبق لينا سلقناها، نديروا لها واحد الرشيشه ديال الملحه على حسب الذوق، ونديروا لها هنايا واحد الرشيشه كذلك خفيفه ديال زيت المائده، وواحد الرشيشه خفيفه كذلك ديال الخل والربيع، واحد شويه ديال الربيع، وغادي نخلطوا هذيك البطاطا مزيان باش كلشي ينسجم مع بعضياته، تنسم لينا، ونحتفظوا بها كذلك جانبا. بنفس الطريقه غادي نسموا الجزر ديالنا، خيزو اللي سبق لينا سلقناه، نديروا واحد الرشه ديال الملح على حسب الذوق، واحد الرشه خفيفه ديال زيت المائده، واحد الرشه خفيفه ديال الخل، وهنايا شويه ديال الربيع، ونخلطوا باش ينسجم كلشي مع بعضياته، نغلفوا بلاستيك غذائي ونحتفظوا به جانبا في الثلاجه. من بعد غادي ندوزوا باش غادي نحضروا الباربار ريمولاتشا. هنايا بعد ما سلقناها وداك الشيء قطعناها، غنضيفوا لها واحد الرشه ديال زيت المائده، واحد شويه ديال الملح على حسب الذوق، وغادي نضيفوا كذلك سكر سنيده، سكر الخشن واحد المعلقه، وواحد شويه ديال عصير الحامض هكا من الفوق، ونخلطوا ونحتفظوا بها كذلك جانبا. هنايا غادي نوجدوا العماره باش غادي نعمروا البينيا اللي سبق لينا خويناها. هنايا ضفنا الجزر محكوك، البينيا، الاناناس، المايس، السوريمي، وهنايا كذلك شويه ديال التفاح مقطع مكعبات، شويه ديال الزبيب، وهاد القمرون، شويه ديال الغامبا، وغادي نضيفوا كذلك واحد شويه ديال القرقع. هاد العماره كتجي زوينه، كيديروها في التريتورات المعروفين، كتجي زوينه باش كنعمروا هذاك الاناناس اللي سبق لينا خوينا. هنا نهرمشوا شويه هذاك القرقع بيدينا هكا نهرسوه، وغادي نحضروا الصلصه باش غادي نسمو هذا الخليط. غادي نديروا واحد شويه ديال عصير الحامض، نضيفوا له واحد الرشه ديال الفلفله كحله ابزار، والملحه على حسب الذوق، وزيت الزيتون باش غادي نسمو هاد المكونات اللي سبق لينا درناهم في هاد الاناء. نخلطوا هذيك لاصوص مزيان هكا، نضربوا كلشي مع بعضياته، وغادي نضيفوهم لهذاك الخليط كيف ما كتشاهدوا، ونخلطوا جميع المكونات مزيان باش كلشي يتنسم، ونحتفظوا كذلك بنفس الطريقه بهاد الاناء في الثلاجه، نغلفوهم ببلاستيك غذائي ونحتفظوا به. ومن بعد غادي ندوزوا باش غادي نحضروا اللوبيا شعره اللي سبق لينا سلقناها، غادي نشحروها واحد شويه مع زيت الزيتون وجوج سنينات ديال الثومه اللي سبق لينا طيبناهم، كنا درناهم في الفران طابو شويه، نربزوهم بحال هكا، ونديروا اللوبيا ديالنا ونشحروها هكا فوق من البوطه واحد شويه باش تنسم لينا بهذيك الثومه، كتجي زوينه بزاف.
واحد الرشيشة ديال الربيع من الفوق، وغادي نحتفظوا بها حتى هي جانبا. هنا غادي ندوزوا باش غادي نحضروا الطبق باش نوجدوا السلطه ديالنا. نقلبوا هذاك المول اللي حضرنا في الاول ديال الرز، نديروه في الوسط، نحيدوه كيف ما كتشاهدوا كيشد الفورمه ديال هذاك المول، كيجي الشكل ديالو زوين هكا طويل. هنا في الجوانب غادي نفرشوا هذا ورق ديال السلطه، ونبداو كنحضروا الطبق ديالنا. نقادو مزيان ونديروا هذوك الاناناس اللي سبق لينا خويناها من الجوانب، نصف الجهه ونصف الجهه، ونديروا هذيك العماره اللي سبق لينا حضرناها، كتجي زوينه بزاف البنات، جربوها غتعجبكم اكيد. ونبداو كنعمروا هذيك العماره، نعمروا نص الاخر، ونستمر بنفس الطريقه حتى نقادوا الطبق ديالنا ديال السلطه. كتجي سلطه هماويه ديال تحمر الوجه، ديال شي عراضه هكا ديال الاشخاص اللي عزاز علينا. نديرو شويه ديك المكرونه اللي حضرناها من قبل هكا، شويه في هذه الجهه وشويه في الجهه الاخرى، والباربه كذلك عرام جهه وعرام جهه الاخرى. نحاولوا نساجموا نقادوا هكا باش الالوان تجي مختلفه وتجي زوينه. خيزو كذلك نديرو واحد شويه من كل جهه، كتجي رائعه هاد السلطه البنات، ما كانش اللي ما كتعجبوش هاد السلطه. ونديرو كذلك البطاطا، والفراغ اللي باقي ما تبقي غنضيفو فيه اللوبيا شحرة اللي سبق لينا شحرناها في البوطه بهذه الطريقه. المهم هنا من بعد الزين تقدروا تزينوا كل واحد والرغبه ديالو والابداع ديالو. بعد ما نقادوا الخضره مزيان من الجوانب غادي نزينوا بشويه. هنايا عندنا هاد الرولويات اللي كيتباعوا هنا بالنسبه للناس اللي مقيمين في اسبانيا في ليدل. قطعنا هذاك الرولو ديال الفرماج ونضيفوا هذوك القمرونات هكا حتى هما نزينوا بهم، كتجي زوينه بزاف البنات. مهم كيف سبقت قلت لكم تزين على حسب الرغبه ديال كل واحد، كل واحد والابداع ديالو. تقدروا تبدلوا شي مكون بشي مكون اخر يكون كتبغ تفضلوه اكثر، كل واحد شنو كيدير. كاين اللي كيزيد المطيشه، كاين كل واحد والرغبة ديالو والجو ديالو. احنا هادو هما المكونات اللي استعملنا، وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا سلطات الجردة بريستيج، رائعة كتجي زوينة بزاف بنينة البنات. نتمنى تعجبكم هاد الطريقة اللي حضرنا بها هاد السلطة، وتبارطاجيوها تشاركوها مع الحباب. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.